السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر محمد من قناة التأسيس السليم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الدرس 11، الأنماط والقيمة المكانية في عملية القسمة، اللي هو الدرس الثاني في الفصل الدراسي الثاني، وهنبدأ مع بعض باستكشف على طول. في استكشف هنا عبارة عن نشاط عملي اللي هو لعبة مصفوفة القسمة. هنشوف مع بعض النشاط ده بيتكلم عن إيه. بيقول اتبع الارشادات لتكوين مصفوفات لتوضيح مسائل القسمة. اتبع الارشادات اللي هيقولها لك المعلم اثناء الفصل لتوضيح مسائل القسمة. المواد لكل 2 من اللاعبين، بطاقة اعداد من 6 إلى 25، يعني كل طالب هيكون معاه بطاقة اعداد مرقمة من 6 لـ 25، 6 7 8 9 10 11 لحد 25. تاني حاجة هتكون مع الطالب مكعب سداسي، عارفين اللي هو زي حجر النرد كده، مرقم من 1 لـ 6، اللي هو عامل بالشكل ده كده، عبارة عن مكعب صغير، ده مكتوب على مثلا 1 2 3 4 وهكذا، مرقم من 1 لـ 6. رقم 3 في التكوين ورقة واحدة من ورق الرسم البياني، ورقة واحدة من ورق الرسم البياني، وهنشوفها دلوقتي، هتكون بالشكل ده، هتكون عبارة عن مربعات. الهدف من اللعبة الحصول على أعلى مجموع الدرجات. تعالوا نشوف طيب الإرشادات. بيقول أخلط بطاقات الأعداد وضع مجموعة البطاقات على الطاولة ويكون الوجه المكتوب عليه الأعداد موجها لأسفل. يعني أنت هتمسك بطاقة الأعداد دي، هتقطعها تعملها زي ورق الكوتشينة كده، وهتخلي الورقة اللي مكتوب عليها الرقم الناحية التانية، بحيث أن أنت ما تشوفش الرقم اللي مكتوب على الورقة. بعد كده رقم 2، يسحب اللاعب ألف بطاقة من الأعداد ليصبح هذا العدد هو المقسوم. هيجي اللاعب هيروح ساحب أي ورقة عشوائي من الأرقام الموجودة، هو مش عارف الرقم كام لان هو هيكون عادلها على الناحية التانية، فهيسحب مثلا اي ورقة، فلنفرض مثلا ان الورقة دي طلعت مثلا 20، يبقى الـ20 دي اللي هي المكسوم. يبقى اول حاجة كده هنلاحظ مع بعض ان المكسوم هيكون 20، هنا عمل التجربة وسحب ورقة طلعت كام؟ 23. بعد ما يسحب اللاعب الف بطاقة من البطاقات وهتكون هي المكسوم، رقم 3 يدير اللاعب الف مكعب الاعداد اللي هو العدد الموجود على مكعب الاعداد، يعني هيمسك حجر النرد يرمي حجر النرد زي ما يظهر على حجر النرد، يكتب العدد اللي ظهر على حجر النرد. هنفرض احنا مثلا ان العدد اللي ظهر على حجر النرد كام؟ 3، لان حجر النرد مرقم من 1 لـ 6، فالعدد اللي هو اللي وقع على حجر النرد اللي هو 3 ده هنسميه المكسوم عليه. بعد كده بيقول لي اكتب عدد المربعات الموجوده في الصف في ورقه الرسم البياني حتى تصل الى المكسوم. طبعا هنا عندي 20 على 3، فيها الكام؟ 20 على 3 مش هتنفع، هناخد 18 لان 3 في 6 بـ18، 20 على 3 فيها 6. طيب والباقي هيبقى كام؟ الباقي هيكون 2. عايزين نمثلها في المربعات اللي احنا عاملينها، لان هو بيقول لي اكتب عدد المربعات الموجوده في الصف في ورقه الرسم البياني اللي هي بالمنظر ده. طب هم كام؟ الورقه اللي احنا سحبناها الاولى 20، 20 اللي هي المكسوم، والمكسوم عليها اللي هو 3، يعني هعمل هنا فول 3 كده، ادي 3 ادي هنا كده 6، ادي كده هويت 9، ادي كده 12، ادي كده 15، ادي كده هنا 18، بعد ال 18 هيكون 20، هيفضل في مربع ناقص. طبعا احنا هنظلل المربعات كلها زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، هيبقوا هنا 20 طبعا، وهنا 3 اعمدة. فإجمالي عدد المربعات اللي هو المكسوم، قلنا احنا البطاقة اللي سحبناها 20، المربعات لكل صف كام؟ 3، اللي هو لما نرمي حجر النرد يظهر العدد 3. احنا افترضنا ان هو 3، ممكن يظهر اي رقم 4 5 2. طيب عدد الصفوف اللي هو خارج الجسمة اللي هو 20 على 3 فيها الكام؟ فيها 6، لان 3 في 6 بـ18، وباقي القسمة اللي هو كام؟ 2، 18 زائد 2 بتساوي 20. يبقى هتكون النتيجة عندي هنا كام؟ النتيجة بنكتبها اللي هو خارج القسمة اللي هي 6. طبعا هو عامل التجربة وعامل مثال، سحب بطاقة من البطاقات طلعت 23، رمى حجر النرد ظهر العدد 4. بعد كده هو قال عدد الصفوف اللي هو خارج القسمة 23 على 4، قال 20 على 4 فيها 5، والباقي كام؟ 3، والنتيجة كتب 5 هنا. نفس الكلام احنا عملنا التجربة مرة تاني، قلنا البطاقة اللي سحبناها 20 ورمان حجر النرد ظهر 3، وخارج الجسم اللي هي 20 على 3 فيها 6، وهيفضل 2. طبعا انت هتكرر التجربة، هتسحب بطاقة تاني زي ما تطلع معاك، مثلا البطاقة مرقمة من 6 لحد 25،
احنا عملنا العشرين وهو حلل في الكتاب 23، ممكن انت تلاقي مثلا 24 25 ممكن 18. بتسحب البطاقة تكتبها هنا وبترمي حجر النرد العدد اللي يطلع تكتبه هنا وتجيب خارج القسمة وتكمل التجربة بتاعتك. بعد كده ندخل على تعلم أنماط القسمة. اعطي اسما لكل جزء من أجزاء المعادلة مستخدما المقسوم عليها والمقسوم وخارج القسمة. بعد ذلك ابحث عن أنماط لإكمال المسائل المتبقية. المسألة الأولى محلولة في الجدول لمساعدتك، يعني هو حل أول مسألة عشان يبين لك الحل هيكون إزاي. ولازم نكون عارفين ان دروس القسمة مرتبطة ببعضيها، يعني الدرس الاول مرتبط بالتاني والتاني مرتبط بالتالت والقسمة كلها مرتبطة ببعضيها. فهنا هو المثال اللي هو حاله اما يقول 600 على 3. اول حاجة ال 600 دي بنسميها ايه؟ بنسمي ال 600 المقسوم، ال 3 بنسميها المقسوم عليها. طيب الاجابة اللي طلعت بنسميها خارج القسمة، بنسميها خارج القسمة. يبقى هو بيسألني هنا ال 600 دي بنسميها ايه؟ المقسوم، الثلاثة بنسميها المقسوم عليها، الإجابة بنسميها خارج القسمة. تعالوا نشوف هو حل الأول مثال للتوضيح، نشوف حل ازاي. المعادلة 600 على 3 قال لي حقيقة ذات صلة، يعني هو بيحوش الأصفار ويقسم 6 على 3 فيها الكام؟ فيها الاثنين، لأن 2 في 3 بستة، 6 على 3 فيها الاثنين. بعد كده بيروح حاطط الصفرين يبقى خارج القسمة 200. تعالوا نشوف اللي بعديها 150 على 5، هنحوش احنا الصفر وهنقول 15 على 5، 15 على 5 هتساوي كام؟ هتساوي 3، ونحط للثلاثة الصفر اللي احنا سبناه هتكون خارج القسمة كام؟ 30. بعد كده 1200 على 6 هنحوش الصفرين دول وهنقول 12 على 6 فيها، نكتبها هنا 12 على 6 بتساوي 2، لان 2 في 6 ب 12. تمام، وسايبين كم صفر هنا؟ صفرين، يبقى نحطهم للناتج جنب ال 2 يبقى خارج القسمه كام؟ 200. بعد كده هنا 200 على 4، طبعا هنا هناخد ال 20 على 4، هناخد ال 20 على 4 لان هنا الصفر ليه صله بال 2. يعني ايه؟ يعني هنقول 20 على ال 4 بتساوي 5، لان 5 في 4 ب 20. يبقى احنا خدنا ال 20، يبقى فاضل كام؟ فاضل صفر واحد، هنحط للناتج اللي هو 5 تبقى 50، يعني 200 على 4 بتساوي 50. بعد كده 700 على 7، 700 على 7 هنكتب هنا 7 على 7 بتساوي كام؟ بتساوي 1. احنا خدنا 7 على 7 وسيبنا الصفرين نكتبهم جنب الواحد هيكون 100، يعني 700 على 7 بتساوي 100. بعد كده 6400 على 8 برضو هستغنى عن الصفرين وهكتب 64 على 8 بتساوي 8، لان 8 في 8 ب 64. طب احنا حوشنا كام صفر؟ 2، نكتبهم جنب ال 8 فهتكون 800. 6400 على 8 بتساوي 800. بعد كده 4500 على 9 برضه هستغنى عن الصفرين وهكتب 45 على 9 هتساوي كام في 9 ب 45؟ 5. امسك جدول 9 اضربها في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 لحد ما تشوف، لحد ما يديك الناتج 45 هتلقاها مضروبه في 5، 9 في 5 ب 45. طب احنا حوشنا كام صفر؟ 2، نكتبهم جنب ال 5 هتكون 500. يبقى 4500 على 9 بتساوي 500. بعد كده 270 على 3، هنا هستغنى برضو عن الصفر وهشوف 27 على 3 بتساوي كام. امسك الثلاثة اضربها في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 لحد ما تشوف العدد اللي هتضربها فيه تديك 27، هتلقاها مضروبة في 9. طيب واحنا حايشين صفر هنحطه جنب التسعة هتكون الإجابة 90. يبقى 270 على 3 بتساوي كام؟ بتساوي 90. بيسألني بعد كده كيف استخدمت الحقائق والأنماط التي تعرفها لمساعدتك على حل المسائل. هنقول له الإجابة النموذجية عند التعامل مع العشرة أو المية أو الألف ومضاعفاتها للمقسوم في عملية القسمة، أما نستعين بحقيقة الضرب اللي احنا عارفينها ويكون عدد أصفار المقسوم هو نفس عدد الأصفار في خارج القسمة، يعني عدد الأصفار المقسوم اللي هنا هي نفسها عدد الأصفار اللي في خارج القسمة هنا، عدد أصفار المقسوم هنا هي نفسها عدد أصفار خارج القسمة هنا. آخر حتة ما لم يوجد صفر في الحقيقة ذات الصلة زي الميتين على الأربعة، هنا الصفر موجود في الحقيقة ذات الصلة، خدنا العشرين على الأربعة والصفر التاني اتحط في آخر القسمة.
بعد كده ندخل على فكر وجاب لي مترو الأنفاق، بيقول لي يحتاج 8100 شخص إلى الذهاب إلى العمل صباحا يوم الاثنين في تمام الساعة 7 صباحا، ويريدون جميعا الذهاب بالمترو. يتكون كل قطار مترو من 9 عربات، كل قطر أما يتكون من 9 عربات. إذا كانت العربة تستوعب 90 شخص، فهل يمكن أن يركب جميع الأشخاص المترو نفسه للذهاب إلى العمل؟ اشرح أفكارك باستخدام الأعداد والكلمات والرموز. أنا عندي العدد الكلي 8100 شخص، ال 8100 شخص دول عايزين نعرف هل المترو هيستوعب إن هو ياخدهم كلهم ولا لا؟ طب هو المترو ما يشيل كم شخص؟ قال المترو فيه 9 عربات، تمام، يبقى 9 عربات فيه العربة الواحدة ما تستوعب 90 شخص، العربة ما تشيل 90 شخص، يبقى المترو ما يشيل كم شخص؟ هننزل الصفر، وتسعة في تسعة بكام؟ بواحد وتمانين، يبقى القطار هيستوعب 810 شخص. طب هم كام؟ هم 8100، يبقى القطار مش هيستوعبهم كلهم، فعشان يستوعبهم او احنا هنحتاج كم قطر عشان يستوعب كل الاشخاص؟ هنحتاج الى 10 قطارات مترو، الاول هاخد 810 والتاني 810 والتالت 810 وهكذا، يبقى احنا هنحتاج ل 10 قطارات. يبقى السؤال هنا، فهل يمكن أن يركب جميع الأشخاص المترو نفسه للذهاب إلى العمل؟ طبعا لا يمكن، لأن هو مش هيقدر يشيل العدد كله، فهنحتاج لمزيد من القطارات. ندخل بعد كده على التدريب. أما أقول استخدم حقائق عملية الضرب والأنماط المستخدمة مع الأصفار لحل المسائل. في المسألة الأولى يوجد 540 قلم من أقلام التلوين في سلة كبيرة، عنده 540 قلم محطوطين في سلة كبيرة. طلب من التلاميذ وضع 9 أقلام تلوين في صندوق صغير لكل تلميذ، ما عدد الصناديق الصغيرة التي سيحتاجها التلاميذ لإكمال هذه المهمة؟ يعني أنا عندي 540 مثلا كده قلم، 540 قلم محطوطين في سلة كبيرة، تمام، طلب من التلاميذ وضع 9 أقلام تلوين في صندوق صغير، يعني كل طالب أو كل تلميذ هياخد 9 يحطهم في صندوق صغير، يعني أول واحد هياخد 9 يحطهم في صندوق، والتاني ياخد 9 يحطهم في صندوق، وهكذا. ما عدد الصناديق التي سيحتاجها التلاميذ؟ عايز يعرف هو احنا هنحتاج كام صندوق عشان نحط فيه ال 540 قلم. يبقى هنقول له عدد الصناديق اللي هيحتاجها التلاميذ 540 على 9، هنشوفها تطلع بكام. طبعا ممكن ننزل الصفر هنا في الاول ونقسم 54 على 9 فيها الكام، مش عارف تقسم، امسك جدول 9 اضربها في 1 في 2 في 3 لحد ما تديك 54، هتلاقي التسعة مضروبة في كام؟ مضروبة في 6، 9 في 6 ب 54. يبقى احنا هنحتاج كام صندوق؟ هنحتاج 60 صندوق عشان نحط فيه ال 540 قلم. يبقى كل تلميذ هيحط 9 أقلام في صندوق، يبقى احنا محتاجين 60 صندوق. رقم 2 هنا بيقول لي اكتب الرقم 892 بالصيغة الممتدة. تمام، يبقى هنكتب الرقم اللي هو في الأحد زي ما هو، زائد التسعة في العشرات بتسعين، زائد التمانية في المئات بتمنمية. دي يعني كانت الترم الأول، بس يعني ما فيهاش صعوبة فحلناها معانا في الطريق. رقم 3، 180 على 2، ممكن احنا نكتب الصفر هنا في الأول ونكتب 18 على 2 فيها الكام؟ مش عارف تقسم، امسك جدول 2 اضربه في 1، اضربها في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 لحد ما تديك 18، تلاقي الاثنين مضروبه في 9، 2 في 9 ب 18، يبقى هتكون الاجابه 90. رقم 4، 6400 على 8، برضو احنا هننزل الصفرين هنا نكتبهم وهنقسم 64 على 8، امسك جدول 8 اضربها في 1، 8 في 1 ب 8، 8 في 2 ب 16، 8 في 3 ب 24 وهكذا، هتلاقي ال 8 مضروبه في ال 8 بتساوي 64، 8 في 8 ب 64، يعني 6400 على 8 بتساوي 800. رقم 5 هنا بيقول لي نقط على ال 120 تساوي 20. لو احنا مثلا كتبنا نقط على ال 6 بتساوي 2، طب انا عايز اعرف النقط دي بكام؟ كام على 6 بيساوي 2؟ هنلاقي الإجابة 12، لأن 2 في 6 ب 12، يبقى 12 على 6 فيها الكام؟ فيها ال 2. يبقى أنا عشان أجيب مكان النقط أما أضرب الناتج في العدد اللي قبل يساوي، يعني بضرب 2 في 6. يعني عايز توصلنا لإيه؟ عايز أوصلك إن إحنا هنضرب ال 20 في 120 عشان نحصل على مكان النقط. طب نضرب ال 20 في 120 إزاي؟ هننزل الصفر ده والصفر ده،
ادي كده الصفرية، واتنين في اتناشر باربعة وعشرين، يبقى الناتج 2400. يبقى لما اكسر 2400 على 120 هتطلع الاجابة كام؟ 20. يبقى هنا هويتي ممكن تجيب مسألة صغيرة تفهم نفسك بيها المسألة اللي هي ارقامها كبيرة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، ونشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.